اكتشافات أثرية غير مسبوقة احتضنتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة بعد اهتمام غير مسبوق بهذا القطاع الهام، فيما بين تطوير متاحف وافتتاح أخرى ومهرجانات ثقافية تاريخية. استطاعت مصر أن تلحق بركب السياحة التاريخية والتي تربعت على عرشها لما بها من آثار متنوعة وفريدة على مستوى العالم. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو عام 2014، حرصت الدولة على إيلاء اهتمام كبير لقطاع الآثار، ظهر أثره واضحاً على كم الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها وعلى المتاحف التي تم تطويرها. وخلال السنوات الثمان الماضية كانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بالاهتمام بقطاع السياحة والآثار باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني. في عام 2021 رعى الرئيس السيسي وحضر بنفسه موكب نقل المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفي نوفمبر من نفس العام حضر الرئيس السيسي احتفالية إعادة إحياء طريق المواكب الملكية بالأقصر، وبلغ عدد القطع الأثرية المستردة من الخارج 7387 قطعة بجانب استرداد 21660 عملة معدنية. وبالنسبة لأهم المشروعات في قطاع الآثار فهي المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة الذي تم افتتاحه في أبريل من عام 2021، كما تم افتتاح قصر البارون إمبان في يونيو عام 2020 بعد ترميمه. وبالنسبة لمشروع تطوير ميدان التحرير فقد بلغت تكلفته التقديرية نحو 150 مليون جنيه، كما تم تخصيص 60 مليون جنيه لاستكمال أعمال تطوير مواقع مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة. وبالنسبة لافتتاحات الآثار فقد تم افتتاح أول مصنع للمستنسخات الأثرية في مصر، بالإضافة إلى 24 متحفاً تم إعادة تأهيلها وتطويرها وافتتاحها في مختلف المحافظات. وشهدت منطقة سقارة خلال العام الماضي وحده ثلاثة اكتشافات أثرية ضخمة، ومنها مقابر ملكية وأجزاء من معابد فرعونية، بالإضافة لأول وأكبر خبيئة بمنطقة التنقيب بسقارة، وتضم 150 تمثالاً برونزياً و250 تابوتاً خشبياً تعود للعصر المتأخر.